اللي من حضراتكم بيتابعنا باستمرار اكيد خد باله ولاحظ ان احنا دايما بنكون حريصين على متابعه كل حاجه تخص صحه الانسان. الانسان بقى بغض النظر سواء كان رياضي او غير رياضي، مش بيمارس اي شكل من اشكال الرياضه، دايما اي حاجه تفيد الصحه العامه بنكون دايما حريصين ان احنا نتكلم مع حضراتكم فيها او نعرض لكم بموجبها تقرير او فيديو جراف. طبعا يعني من ضمن الحاجات المهمه اللي عايزين نتكلم مع حضراتكم عليها اهميه الفحوصات الدوريه وخصوصا فحوصات القلب لتجنب اي اضرار، وطبعا ده اللي يعني قامت بيه الجمعيه المصريه الافريقيه لابحاث امراض القلب بمبادره اسمها قلبك حياتنا في دعوه للكشف المبكر والكشف الدوري على القلب. تعالوا نشوف التقرير ده ونعرف من خلاله ايه اللي حصل. اتفضل. الصحه والعالم شاف ان احيانا الرياضيين بياخدوا بعض الادويه، هنسميها ادويه كده، عشان تخليه ضغطه اعلى من طبيعته. لما ضغطه اعلى من طبيعته بتخليه يعمل مجهود اعلى من قدره قلبه، فممكن يموت بالراحه كده بالتفسير. فبداوا يحطوا ويقولوا في ادويه لو الرياضي خدها هنوقفه، بس ده خوف عليه. فعملوا حاجه اسمها الوادا. الوادا اللي هي المنظمه الدوليه للمنشطات، انا عضو فيها كمصر، وفي المنظمه الوطنيه للهنا. والوادا دي بتقول للمنظمه الوطنيه لازم تكشف على الرياضيين وناخد وهنفتش عليكم. فبالتالي دكتور حازم في المنظمه بيعملوا ده في البطولات. اللي بيكتشف ان هو خد المنشط اللي هو ضد صحته، لان هو بيصنع نفسه وبينافس بشكل غير عادي، بيتوقف. فاحنا عايزين كل واحد ياخد باله ويعرف ان المنشطات مش المفروض تاخدها، ولو في مدرب قال لك خد دي علشان تروح لازم نسال الاول. الجمعيه المصريه الافريقيه لابحاث امراض القلب جزء من نشاطها النشره التوعيه، واحنا عاملين حمله اسمها قلبك حياتنا للسيدات، وهنلف بيها انديه مصر ان شاء الله، وهي مجموعه من السيريس، وبنهتم جدا بقلب الرياضيين جدا، عشان كمان ممارسي الرياضه بيتعرضوا لمشاكل كثيره قوي، واحنا شفنا هذا الكلام. فاحنا مركزين قوي على الندوه ديت، وطبعا شرفنا النهارده بوجود معالي وزير الشباب والرياضه والدكتور حازم الخميس رئيس النادي المصري، وبنشكر طبعا استضافه معالي الشيخ الدكتور محمد دمرداش لينا في الندوه النهارده، واحنا متتابعين في انديه مصر كلها ان شاء الله باذن الله، بحيث ان الموضوع ده بقى مهم واجب بقى علينا كاطباء وجمعيات متخصصه ان احنا ننشر الوعي دهوت علشان نبعد اولادنا عن اي مشاكل ممكن تحصل في المستقبل. هو الحقيقه ان ندوه النهارده كانت تخص صحه المراه اصلا، او صحه القلب الرياضي زي ما بنقول، ودي ليها اجراءات كتير. هتبدا بالتوعيه، هتبدا ب على توعيه على نظام الاكل، نظام الادويه، نظام المنشطات. طبعا الحاجات دي كلها لازم يبقى لها اويرنس سواء للرياضيين او لاهاليهم. انا لسه كنت حتى بكلم مستشار بقول له لازم برضو اولياء الامور يبقوا موجودين معانا عشان هم يقدروا يعملوا لنا سبورت، ما يستسهلوش حاجات تانية، يعملوا كشف دوري للولاد اللي هو صحة زي ما بيقولوا القلب الرياضي او البطل الرياضي، كيفية تنشئته وتغذيته، ثقافته، بنقول عليه ايه، العادات اليومية بتاعته او اللايف ستايل بتاعه، ودي حاجة مهمة جدا لصناعة بطل. يعني الحملة مكملة، الحملة بتستهدف الكشف وفحص الأطفال الرياضيين، حاجة زي مسح قلوب الأطفال الرياضيين علشان نقدر نطمن على صحتهم الجسدية وصحتهم ولياقتهم البدنية، اللي من خلالها يقدروا ان هم يمارسوا التمارين الرياضية بكل اطمئنان. والحقيقة بنستهدف في الحملة كمان زيادة توعية للأطفال، زي ما شاهدنا من شوية الجلسة العلمية بحضور وزير الشباب والرياضة وبحضور الطبيب حازم خميس مدير مؤسسة مكافحة المنشطات، وأيضا خبير قلوب الأطفال. فالنهاردة الحمد لله كان الحضور كبير جدا، وإن شاء الله نكون عملنا الهدف من المبادرة. الحملة مهمة جدا، حملة هي بدأت بشعار قلبك حياتنا، ولكن الموضوع من خلال يعني
الكوكبه اللي موجوده من الدكاتره. الموضوع توسع وبقى قلبك حياتنا، خليناها بشكل عام، خليناها لكل انسان مش للرياضيين فقط. الموضوع الكشف المبكر عن امراض القلب دي حاجه مهمه جدا. الموضوع الكشف الدوري دي حاجه برده مهمه، مش ترفيهيه زي البعض ما بيتصور، خاصه اي اسره عندها اطفال بتبتدي تخلي اولادها يمارسوا اي رياضه لازم يكون في كشف متخصص على القلب، عشان لو في اي مشكله عند الطفل مش معروفه ما تظهرش اثناء نشاطه الرياضي يتسبب في ازمه ثانيه، او يتسبب كمان ان هو ما يكملش مشواره الرياضي. وده بيحصل، يعني حصل في كل دول العالم، وحصل للاسف حالات وفاه كمان للاعبين قبل كده، زي يعني محمد عبد الوهاب الله يرحمه طبعا، لاعبنا لاعب الاهلي ومنتخب مصر، إريكسون في ساعة منتخب الدنمارك لما حصلوا عملوا له صدمات كهربائية عشان تعرض لأزمة قلبية، وفي لاعبين بطلوا. فالموضوع مهم جدا، يعني كل أسرة ما تهملش في الموضوع ده.